السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. عشان اليوم نسجل درس جديد من دروس منهج UAE Phonics Grade 1. معانا ليان كرم عشان نسجل مع بعض page 25 الخاصة بالرايتنج. تعالي نشوف مع بعض رقمنا I. I like yellow. اللون الأصفر. I like yellow. Very good. The yak is big. The yak is big. It has. It is a fox. Excellent. ننتقل إلى صفحة 25 و26. نقرأ. I can see a yo-yo. طبعا هنا بيكون المربع هنا ناقص فاضي، فاحنا بنرسم صور في يويو زي ما موجود معنا في الصور. نقرأ مع بعض هنا ونكمل الكلمة الناقصة. I can see a fox. Fox. How can we write fox? I can see a yeah. يك. بس عايزين الأول نكتب كلمة فوكس. إزاي نكتب كلمة فوكس؟ قولي لي. F F F O X. Very good. كلمة يكت. Y Y C H T. ليش هنا حرف صامت؟ عشان كده ما نطقهوش فقلنا يكت على طول. Draw a picture and write sentence. المفروض هنا هنرسم أي صورة ونكتب عنها جملة. يعني مثلا I can see ونكتب هنا ونرسم هنا أي رسمة. I can see a snake, I can see a tiger, I can see a lion. نرسم أي شيء من عندنا ونكتب الجملة تحت. دلوقتي circle the correct word. هنشوف الصورة ونحط دائرة على الكلمة المناسبة. الصورة الأولى عن box. أي صورة. اعملي دائرة على الكلمة. كلمة صحيحة. تمام. Number two. Yawn. اوكي اعملي عليها دائرة. Number three. Fox. اوكي. Number four. Yet. Very good. معنا تدريب. هنكمل الكلمات الناقصة. هنا صورة ولد a boy wearing a blue t-shirt ولابس عن red pants. خلينا نشوف الأول الجملة الأولى بتقول إيه يا ليان؟ I am a boy. أوكي. الجملة الثانية my shirt is Blue. تمام. I have عندي الكلمات الباقية. I have إيه؟ أنا لدي arms, two, girl, play two. لا الأول هو I have arms. Two arms. حركي كلمة arms للجزء الخط الثاني. I have two arms. Okay. Number four. I love to play. I love to play. To play. وعندنا كلمة زيادة. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا يا ليان.